بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها، في فضل المشي إلى المساجد في الظلم. الظلم جمع ظلمة، يعني في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. تزاد على ضعف، يعني تزاد. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من طوى الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، يعني ينقض وضوءه. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه باختصار. هذا الحديث يبين كيفية مضاعفة صلاة الجماعة على صلاته في بيته منفردا أو في سوقه منفردا، وذلك أن المعتاد أن الأسواق ليست محلا لصلاة الجماعات. وأما إذا خصصوا مكانا في العمل فصلوا فيه فهو مسجد طالما كان مخصصا للصلاة. ولو صلوا في مكان حتى يعني لم يخصص على الدوام للمسجد فهو في حكمه في صلاة الجماعة في ثواب الطبيعي. وذكر 25 درجة قد ذكر في الروايات الأخرى الصحيحة أنها تضاعف بسبع وعشرين. فمن العلماء من قال 25 درجة في الصلاة السرية وسبع وعشرين درجة في الصلاة الجهرية، هذا ترجيح ابن حجر رحمه الله. ومنهم من قال أن 27 تندرج فيها 25، بمعنى أنها 27، ذلك أنه العمل بالمفهوم لا يعمل بالمفهوم إذا عرضه منطوق أقوى منه. 25 دليل مش أكثر من كده، فالرواية لما جت 27 27 تتضمن 25. ومنهم من قال 27 زيادة تفضل الله عز وجل بها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالخمس والعشرين ثم بعد ذلك تفضل الله بالزيادة فذكر 27، والله أعلم. وهذا دليل أن هذه الأضعاف دخل فيها أو هي بسبب المشي إلى المسجد، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. يستحب أن يكون الإنسان متوضئا في بيته، وهذا الثواب الجزيل لمن توضأ في بيته. وإن كان الآخر له ثواب أيضا، الذي يأتي إلى المسجد يتوضأ وله ثواب الجماعة، لكن الذي يتوضأ في بيته أكمل وأفضل. وفي قوله ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي لم يخرج لغرض دنيوي آخر مثل أن يقابل إنسانا أو يذهب للمسجد للتجارة أمامه أو نحو ذلك، وإنما خرج يريد الصلاة. ولو زاد على ذلك نية حضور درس علم لكانت زيادة في الخير لا تعد خارجة عن إرادة الصلاة، لأن سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تلاوة القرآن أو سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك داخل في المقاصد الحسنة التي شرع من أجلها التجمع في صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعلت المساجد إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن.
قال من نخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في هذه الرواية فيها أن كل خطوة يكتب له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وفي الرواية الآتية أن كل خطوة خطوة تكتب حسنة وخطوة تحط خطيئة، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. وهذه الرواية فيها فضل زائد، فنقول فيها ما قلنا في 25 و 27، وذلك أن كل خطوة تفضل الله بالزيادة بثوابها أن الواحدة ترفع درجة وتحط خطيئة. أو أما خطوة يرفع العبد بها درجة أولا ثم يحط عنه بها خطيئة ثانيا، والخطوة الثانية خطيئة تحط أولا وترفع درجة ثانيا، والله أعلم. فضل الله عز وجل عظيم في كل خطوة إلى الصلاة. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له وتثني عليه، تستغفر له كما في الحديث تقول اللهم صل عليه اللهم محمد. هذا أصرح حديث في بيان معنى صلاة الملائكة أنه الدعاء والاستغفار والترحم ودعوة الله أن يتوب عليه. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ويحتمل أن يكون المصلى اللي هو المسجد عموما أو مكان صلاته، والأول أظهر إن شاء الله، فإن الانتقال من مكان إلى مكان في المسجد لا يضر الإنسان طالما بقي في المسجد معمرا له. والحديث لم يمنع الأجر إلا إذا أحدث، وذلك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وينبغي على الإنسان أن يكون حدثه في مكان آخر هو خروج الريح أو نحو ذلك، فلم ينتقد الوضوء. وهذا فيه فضيلة على استمرار الوضوء، المحافظة على طهارة الإنسان من الحدث له فضل، وذلك أن الملائكة تدعو له وتستغفر له. والملائكة تقول اللهم صل عليه، الصلاة من الله الرحمة والثناء والمغفرة، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فهو في من أول ما يأتي إلى أن ينصرف في صلاة، لأنه قبل الصلاة في انتظار الصلاة فهو في صلاة، فهذا من أعظم الثواب أنه قاعد ويكتب له أجر الصلاة، وبعد الصلاة يكتب له أيضا أجر الصلاة، لم يزل في صلاة والملائكة تدعو له طالما بقي في المسجد، وطالما بقي يطيع الله عز وجل يعمر المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى. أما قوله ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه تفسير للأذى، وهو خروج الريح أو نحوه مما ينقض الوضوء. ورواه مالك في الموطأ ولفظه من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عابدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة، ليس فقط من حين دخول المسجد بل من حين الخروج إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطاة. لا يسعى يعني لا يمشي بسرعة، بل ينتظر على سكينته، لأنه إنما يؤمر بالسكينة إذا ذهب إلى المسجد، حتى ولو فاته جزء من الصلاة وهو يثاب ثوابا كبيرا على الخطوات تعوض ما قد يكون فاته من الصلاة إذا كان بعيد الدار. هذا يفهم منه أن من كان قريب الدار ليس بهذه المثابة في العذر إذا تأخر عن الصلاة، ينبغي أن لا يتأخر قريب الدار لأنه أقرب إلى المسجد. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. قلنا من هذا تفضل الله بالزيادة عليه، والله أعلم. كلمة حتى يرجع في هذا الحديث دليل على أنه يثاب هذا الثواب في عودته من المسجد إلى بيته كما يثاب عليها في ذهابه.
قال: وتقدم في الباب قبله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. هذا فضل عظيم، أنه من ساعة خروجه إلى المسجد إلى ساعة خروجه من بيته إلى المسجد إلى ساعة رجوعه إلى المنزل فهو يكتب له أنه في صلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والوسط وبعض طرقه صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. إذا اضطرد في ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يعني يراعي وقتها ويهتم بها ويريد أداءها في وقتها مع الجماعة. كتب له كاتبان والملكان أو كاتبه اسم جنس لكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. هذا فضل زائد، وذلك أن الحسنة 10 أمثالها، فيتكتب له حسنة ثم تضاعف. والقاعد يرعى الصلاة، القاعد ينتظر الصلاة يريد الصلاة كالقانت. قال: القنوت يطلق بإزاء معان، يعني على عدة معان، منها السكوت مثل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي لا تتكلموا في الصلاة. والدعاء، الدعاء كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصلاة يدعو على قوم، قنت يعني إيه؟ دعا. والطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مطيعا. والتواضع، وإدامة الحج، وإدامة الغزو، والقيام في الصلاة، وهو المراد في هذا الحديث. الذي يكثر الحج ويكثر الغزو يسمى قانت. ويكتب يقول كالقانت، يعني القاعد في المسجد كأنه واقف في الثواب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. رواه أحمد بن الحسن والطبراني وابن حبان في صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. هذا فضل عظيم، أن الذنوب كلها تغفر في صلاة واحدة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث رواه ابن خزيمة في صحيح، ورواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإصباغ الوضوء في الثمرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواه الترمذي وقال حسن غريب. سبق شرح الحديث وسياتي بكماله ان شاء الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توضا احدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم ياتي المسجد لا يريد الا الصلاه فيه إلا تبشبش الله إليه كما تبشبش أهل الغائب بطلعته. تبشبش يعني ضحك إليه واستبشر به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يفرح بعبده الذي خرج يريد الصلاة، كما يسر أهل الغائب إذا طلع عليهم غائبهم فهم يفرحون فرحا عظيما ويحسنون استقباله. فالله يحسن إليه إحسانا أعظم مما يتصوره الناس، فإن صفات الرب ليست كصفات المخلوقين، وإنما يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلينا.
رواه ابن خزيمة في الصحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله قد أرادنا ذلك. فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أما كنا تحولنا. خلت البقاع حول المسجد، يعني كأن أناسا كانوا يسكنون في مكان فتركوا المكان أو أخذوا الخيام أو غير ذلك. أراد بنو سلمة من الأنصار رضي الله عنهم، كانت ديارهم بعيدة عن المسجد وكانت المسافة تمنعهم في سواد الليل وعند وقوع الأمطار واشتداد البرد، فأرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد بسبب ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحصلوا كثرة الخطى ولكي تظل المدينة متسعة ولا يعني تكون فيها ثغرات، بل كلما كانت هناك بيوت أبعد كلما كان ذلك أمن، وأراد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن تكتب لهم خطواتهم. فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، كونوا عند دياركم وفيها تكتب خطواتكم إلى المسجد. فكرر ذلك: دياركم تكتب آثاركم. فقال: ما يسر. فقالوا: ما يسرنا أما كنا تحولنا. وفي رواية رواه مسلم وفي رواية له: إن لكم بكل خطوة درجة، ذلك أبعد الناس ممشا أكثرهم ثوابا. وابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا. إذا وآثارهم من ضمنها خطواتهم، فالخطوات تكتب، فالله عز وجل يكتب للعبد خطواته التي خطاها في الطاعة كما أنه يكتب عليه الخطوات التي خطاها في المعصية، وما قدمه في حياته لمماته يكتبه الله عز وجل. حديث صحيح رواه ابن ماجه بسند جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. يعني كلما بعد من المسجد كلما كان أكثر ثوابا. المراد الحض على حضور صلاة الجماعة في المسجد مهما كان بعيدا. وهذا في المسجد البعيد ذو الفضيلة، فلو كان المسجد القريب منه ذو فضيلة أعظم كان الأولى أن يصلي في المسجد القريب إذا كان عدد الجماعة أكثر، إذا كان الإمام أفضل، أو كانت له فضيلة خاصة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى رضي الله عنه المسلمين. إذا كان المسجد الأقرب ذو فضيلة فليكن في الأقرب، وأما إذا كان بعيدا أو هما سواء فالأبعد أكثر ثوابا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم. وذلك أنه ربما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة مدة طويلة، فربما شق ذلك على بعض الناس فصلوا وانصرفوا من المسجد ليناموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وإن كان له عذر، لكن الذي ينتظر أفضل لأنه تكتب له صلاة ما دام ينتظر الصلاة. نعم يعذر أن يصليها منفردا إذا أخرها الإمام تأخيرا يشق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟
قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. لا تخطئه صلاة، لا تفوته مرة، يأتي دائما في الموعد المناسب. لأنه لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء في الليلة المظلمة أو في الرمضاء في شدة الحر. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. هذا يدل على فضل المشي إلى الصلاة، أنه أفضل من الركوب، كما في حديث فضل الجمعة من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو لم يخطو خطوة. قال واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر ثناء صيامها وقيامها. هذا في فضل المشي إلى المسجد وعدم الإتيان على الدواب، هذا أفضل إن تمكن من ذلك. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي. هذا رجل محتسب يحتسب المشي والرجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية فتوجعت عليه أبي بن كعب، قلت توجعت عليه أن يمشي المشوار كل مرة. فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يحيك الرمضاء وهوام الأرض. قال أنا والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. طنب هو وتد الخيمة، فبيقول يعني لما يكونوا البيتين خيمتين جنب بعض فيربطوها في وتد واحد. فقال ما أحب، أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مجاور له، لأن منزل النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد. حجرته صلى الله عليه وسلم حجرة نسائه وزوجها حجرة عائشة خصوصا كانت ملاصقة للمسجد. قال فحملت به حملا أنه عظم عليه وثقل، واستخضعته لشناعة لفظه وهمني ذلك. يعني قال له بقى تقول كده طب تعالى بقى الكلمة دي، قال له مش عايز بيتي يكون جنب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب، أجر الأثر يعني أجر المشي. فقال إن لك ما احتسب. رواه مسلم. الرمضاء هي الأرض الشديدة الحرارة من وقش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. السلامة واحد السلاميات هي مفاصل الأصابع، وقيل هو في الأصل عظم يكون في فرس البعير، كأن المعنى على كل عظم من عظام آدم صدقة. وقد دلت الرواية الأخرى على أنه في الإنسان في من العظام والمفاصل التي بينها 360 مفصلا وعظما، 360 سلامة، سلامة على كل سلامة من الناس عليه الصلاة والسلام. والله هذا أدنى ما يعني ينبغي من الشكر، فإن تحرك المفصل وسكون العظم في موضعه وكونه ليس فيه بأس قد أصبح معافا فيه. العظم الصغير لو واحد عظم طبعه طرف طبعه الصغير في ثلاث عقل، لو واحدة منهم تعبته مش هيعرف يقعد، فضلا ان يكون ايه يعني فيه اكثر من ذلك او عظم اكبر من ذلك او مفصل اعظم، فيكونوا بحيث الصبح ويتحرك من غير ما يوجعك وفي موضعه. فهذا ايه هذه نعمه من الله عز وجل، وتأليم المفاصل يعني من اعظم النعم. فالانسان كل يوم عليه صدقه يشكر الله عز وجل ويتصدق. فعبد النبي صلى الله عليه وسلم انواع الصدقات، قال فاعدل بين الاثنين صدقه، اثنين متخاصمين تحاول تقرب بينهم.
تحكم بينهم بالعدل ولا تلور بينهما، وتعين الرجل في دابته فتحمله او ترفع له عليها متاع اخرى. واحد عايز يسند عليك، واحد راجل كبير يقول لك اسندني لغايه ما اركب الاتوبيس، ولا واحد بيسند عليك عشان يركب الايه المشروع ولا التاكسي ولا اي حاجه، اتفضل بقى عند ربي اللي هي الايه الحمار او نحو ذلك، او واحد يقول لك ناولني بعد ما يركب الراجل مناول له الايه مناول الحاجه، ارفع متاعه على راسه زي البعض. فهذا الامر يعني ايسر في احتسبه الانسان يساوي عليه. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة تشمل التسبيح والاستغفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة لأخيك ولأهلك، كل كلمة طيبة من ذكر الله وكلمة طيبة بين المسلمين داخلة في الكلمة الطيبة. وتميت الأذى عن الطريق، وكل خطوة في تمشيها لإخراج صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة، تبعد الأذى من زبالة من حجر من شوك من نجاسة توجد في الطريق، فالإنسان ينظر طرق المسلمين يأخذ بذلك حسنات. يعني الناس تحتقر مهنة الايه جمع القمامة أو الزبالة، مع أن هذا يأخذ لو احتسب يأخذ ثوابا عظيما على كل ما يزيله من أذى في طريق المسلمين. إذا دليل أن أذية المسلمين بقى بوضع الزبالة قدامهم بإيه؟ يعني أذية للمسلمين. ما ترميش حاجة يعني تؤذي المسلمين. زي بالظبط مثلا حجارة كبيرة هتسد الطريق تؤذي الداخل والخارج. حاجة كامل فيها الواحد يرميش رموز ولا حاجة بسيطة، ممكن ورقة صغيرة ممكن ما تبقاش فيها الأذية دي، لكن لو هي موزة صغيرة ايش رموز ممكن يوقع فيها. وكذلك ما ينتج منه رائحة كريهة أيضا مما يؤذي المسلمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اتباع الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قلنا اتباع الوضوء على المكاره يعني في التبرات اللي هي في الايه في الليالي الباردة أو أي ما يكرهه الإنسان مثل الرغبة في النوم ونحو ذلك. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة على الصلاة، إذا صلى المغرب مثلا ظل منتظرا للعشاء وهكذا. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الخطايا إتباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري الا انه قال: الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى رسول الله. فذكر. ورواه ابن حبان في صحيح من حديث جابر وعنه قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بسنة صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف، المساجد بيوت الله، وأنت لا تجد فيها طعاما ولا شرابا يعني إلا إذا دعاك أحد في المسجد، فصاحب البيت مالك البيت يعد لك في الجنة نزلا يضيفك به ويدخره لك إلى يوم القيامة. غدا ذهب أول النهار، راح ذهب آخر النهار، يعني في كل صلاة تذهب في أول النهار أو في آخره فأنت يعد لك نزل تكرم به عند الله إذا لقيته يوم القيامة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود الترمذي وقال غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله ورجال إسناده: بشر المسائين كثرة المشي
الذي يمشي كثيرا إلى المساجد في الظلم إلى المساجد. لأن الظلم صلاة الفجر وصلاة العشاء أعظم صلاتين للتوحيد. بالنور التام يوم القيامة يكون نورهم بين أيديهم نورا تاما كاملا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. أو حديث حسن. إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم، يعني يذهبون يمشون بين البيوت أو في الطرقات لكي يصلوا المسجد في الظلم في الظلمات في الليالي المظلمة بالنور بنور ساطع يضيء لهم بنور يجعل لهم نورا عظيما يوم القيامة. فضيلة صلاة الفجر والعشاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني بسند الحسن وابن حبان في صحيحه ولفظه: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبشر المساءون في الظلم، أو ليبشر يبشر يبشر مشكلة في مشكلة. أبشر يعني ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن حبان ابن ماجة وابن خزيمة واللفظ له. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وزيد بن حارثة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. لا ينصبه، لا يخرجه ولا يتعبه في المشي إلى الضحى في المسجد إلا الصلاة يعني، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة أي عقب صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يعني يكتب كتاب العبد في عليين عند الله في أعلى في أعلى الأماكن. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ثواب عظيم يكتب الإنسان كل يوم من الثواب ما لا يعلمه إلا الله إذا حافظ على الطهارة والصلاة في الجماعة. ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني يصليها في المسجد، فلا بأس أن يصلي الضحى في المسجد وإن كانت صلاة الرجل في بيته أفضل من الصلاة من صلاته في مسجده إلا المكتوب. لكن أجره كأجر المعتمر يعني أقل من صلاة الفريضة. وصلاة على إثر صلاة عقب صلاة كتاب في يمين لا لغو بينهما، يعني الإنسان يحافظ على ألا يلغو بين الصلاتين. لا يصيبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب التعب. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ضامن على الله، الله يضمن له أحد الأمرين: إن عاش رزق وكفي كفي السوء، وإن مات أدخله الله الجنة. يبقى اللحظات الإنسان لو مات على حالة من هذه الحالات فهذا من إيه؟ من من ضمن الله له الجنة. من دخل بيته فسلم، الواحد لما يخش ينبغي أن يسلم على إيه؟ على أهله. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله، سبيل الله ما تشمل كل طاعة وأعظمها الجهاد في سبيل الله، فهو ضامن. إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخله الله الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة. عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر.
حسنا رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد. وروى البيهقي أنه أخفاه موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أسواقها لكثرة الإيه؟ اللغط ورفع الصوت والكذب من الكثيرين والغش. فضلا بقى لو كانت أسواق بقى كفار تبقى إيه؟ قال لنا ربا وفجور وفواحش، ولا بعض أسواق اللي هي فيها تبرج والفواحش ناس بتروح تسوق الفاسد ده اللي بيروح عشان يتقابلوا بس عشان يعني يختار كل منهم يعني ما يلبسه امام الاخر. رواه مسلم. لكن الفسحه في السوق دي حاجه ما تنفعش ابدا، ده اماكن كلها يدخلها الانسان مضطرا. وعن زبير بن مطعم رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، اي البلاد احب الى الله واي البلاد ابغض الى الله؟ قال: لا ادري حتى اسال جبريل عليه السلام. فاتاه جبريل فاخبره ان احسن البقاع الى الله يعني هي احب المساجد، وابغض البقاع الى الله الاسواق. قولوا قولي هذا واستغفر حديث الصلاة. التكبير في صلاة الفجر في الأذان الأول. ما معنى حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه وقع خلاف بين أحد الناس. الصحيح أن التكبير في صلاة الفجر في الأذان الأول أمر بذلك أن يقول في الأذان الأول من الفجر: الصلاة خير من النوم. ما معنى أن نسأل رجل صدق الفطر عن كم فرض؟ إذا كان يجوز إخراجها لفرد واحد. لا، إحنا بنسأله علشان إحنا هنخرج كمية طعام مش هنخرج فلوس. فإحنا لما بنقول له كده عشان نعرف الكمية لازم إخراجها كام كيلو رز. فبنسأله عدد الأفراد عشان نعرف الكمية الواجب إخراجها علشان نلتزم بكمية الرز اللي مخرج. إن ده وكالة أصلاً فلا بد أن تكون وكالة، فيجوز إعطاء الفرد واحد، بس أنا بسأل عن كام فرد عشان نعرف الكمية المطلوبة. لماذا يجوز الزيادة في دعاء القنوت المذكور في السنة؟ دعاء القنوت المذكور في السنة الدعاء للمستضعفين والدعاء على الكافرين. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو بمثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت فهذا دعاء في الوتر وليس في قنوت النوازل. قنوت النوازل التي تنزل بالمسلمين يقصد منه الدعاء على الكفار والدعاء للمستضعفين والمجاهدين ونحو ذلك. واما وعلى حسب النازله، فاما اللهم اهدنا فيمن هديت فهذا لم يرد في السنه ان يكون في النوازل، ولم يرد في الصلوات المكتوبه اصلا ولا في الفجر ولا في غيره، بل هذا وارد في صلاه الوتر يفعل احيانا وتر احيانا والله اعلم. الاخ يسال الاخوه ندعو لهم الشفاء ان اصابه نال الوسواس، نسأل الله أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين. وأظن أنه له يعني العلاج فيها الطبي بالإضافة إلى الاستعانة، يعني بعد الاستعانة بالله عز وجل من أعظم يعني الاستعانة بالله أعظم ما يمكن من أسباب، والعلاج الطبي أيضا له أسباب. العلاج الطبي سبب في موعد الحيض تنزل إفرازات بنية مع أعراض الحيض، تستمر يوم أو يومين ونصف حتى ينزل الحيض. لا، لا تتوقف عن الصلاة حتى ينزل الدم أولا. هذه الإفرازات الملونة التي تسبق الدورة تسبق الحيض ليس لها حكم الحيض حتى ينزل الدم، إنما يبدأ الأمر بنزول الدم. الحيض هو نزول الدم، الإفرازات لها حكم الحيض إذا كانت مسبوقة بحيض مسبوقة بدم، أما إذا كانت مسبوقة بطهر فهي إيه؟ طهر. في حديث أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى دي بعد الطهر ولا امتى؟ دي بعد طهر طويل. يبقى قدرة وصفرة، ولكن امتى تيجي؟ بعد طهر. يبقى ليست بشيء لغاية ما ينزل الايه؟ الدم. نزل الدم يبقى القدرة والصفرة اللي يجوا بعد الدم تبقى يبقوا ايه؟ يبقوا حيض.
يعني الافرازات الملونه العبره فيها باللي قبلها، اللي قبلها طهر يبقى ده طهر، واللي قبلها دم يبقى ده طيب. ما الذي نخالف فيه الشيعة وخاصة حزب الله؟ وقالوا أهل السنة لا طبعا دول من أشر أهل البدع، حتى ولو حاربوا اليهود، احنا طبعا نحب حد يحارب اليهود، بس مش معنى ذلك ان احنا ننسى ان هم ايه من شر أهل البدع الرافضة اللي بيسبوا أبا بكر وعمر، فخلاف الأساسي في موقفهم من الخلافة ومن الصحابة ومن غلوهم في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وخلافات كثيرة جدا طبعا مؤلفات تتكتب فيها في الخلافات مع الرافضة، هم اصلا يسبوا ابو بكر وعمر وعثمان ويلعنوهم ولا يعتقدوا بخلافه ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، ويعتقدون اول الخلفاء علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ولا يعترفون باي خلافه اخرى، وهذا كله باطل. ثم هم يغالون في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتقدوا لهم المقامات التي لا يبلغها احيانا ملك مقرب ولا نبي مرسل، على كلام الخميني المجرم، لان هذا كلام من الكفر والعياذ بالله. وكذلك هم مصدر الغلو في الصالحين ببناء القبور، بناء المساجد على قبورهم والطواف حولها والذبح لها والحج و يعني شد الرحال اليها ونحو ذلك، فضلا عن خلافات اخرى كثيره فيما يتعلق بابواب الصفات والقرآن والقضاء والقدر وكلها، يعني في ها كل الرافضة ويتوب الخلفاء اللي منهم حزب الله وتشيعة إيران وتشيعة العراق، أقوالهم أقوال كفرية لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحج، والجهل فيهم غالب. هما بيقولوا لا هما دلوقتي ايه بتقول ايه الرساله؟ لا اللي بيقول اكتر رساله يا شيخ، بس مش الرافضه اللي بيقولوا كده، دول غلط. ابو بكر ما ذكرش باسمه في القران، وهم بيقولوا اصلا ان هو كان كده، لكن بدايه المخالفه كانت بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام باطل قطعا، ولكن ده بتكلم على ان هم ما بقوش مكذبين للقران يعني، لكن كلامهم كلام كفر فعلا، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحج. هذا قول جمهور اهل العلم. هل يجوز للجنب اذا توضا ان يمكث في المسجد او يقرا القران؟ هذا قول بعض الصحابه. اذا توضا ان يمكث في المسجد، لكن يقرا القران بدون مس مطلق، لكن الصحيح الذي الذي دل عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لابد ان يغتسل من القران اولا، لان الله قال ولا جنبا الا عبيد سبيل حتى تغتسلوا، فطالما كان قادر على الاغتسال يبقى يلزمه ان يغتسل ولا يقرب لا يمكن في المسجد حتى. هل العمره سنه ام فرض؟ العمره في العمر مره واحده فريضه، لان الله قال واتموا الحج والعمره لله، وقال في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعيد جبريل وانت حج وتعتمر، اركان الاسلام تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وانت حج وتعتمر، فده اصرح دليل في وجوب العمره. ها؟ ايه؟ لكن بهم. لا دي مش دليل. لكن يعني ليكوا لها مش عليها. لو كان عليها كانت تبقى ده الدليل. هل قول شكرا حرام؟ لقول الله تعالى في الحديث القدسي ارزق واشكر غيري؟ لا. المذموم في ذلك، مع ان الحديث ده مش ثابت، لكن مذموم فيه انه لو شكره على انه مصدر رزق. اما الحديث الصحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد قال عز وجل ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فشكرا دي كلمه طيبه ليس بها بأس، واحسن منها جزاك الله خيرا. هل لصوم رمضان نيه واحده في اوله؟ بل لكل يوم نيه. ولكنها تتجدد تلقائيا ما لم يغمى على الانسان مثلا من قبل المغرب الى بعد طلوع الفجر، لكن هي تلقائيا تتجدد. هل يجوز الصلاه في مسجد به قبر؟ لا، ولو لم يتوفر في المنطقه غيره، لان هذا مكان نهي عن الصلاه فيه، الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، فالمسجد فالمكان الذي بني القبر الذي بني فيه مسجد هذا احد يعني دقاع الارض الواسعه كلها يمكن ان يصلى بها الا هذا الايه؟ المكان.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا وطنا؟ قال الا لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. هل يجوز مره ان ترد على التليفون؟ نعم، بدون خضوع بالقول، وبالقول المعروف الذي لا يتجاوز قدر الحاجه. عدم وجود البسمله في سوره التوبه هل يكون بذات السوره فقط ام في منتصفها ايضا؟ هي غير موجوده في منتصفها اصلا، هي في بسمله بتشوفها في وسط السوره في سوره النمل فقط. لا، يبدا على طول مباشره في السوره الثانيه كمان. هل من السنه الوضوء قبل النوم ام النوم في حاله وضوء دون تجديد له؟ لو كان متوضئا فذلك يجزيه، ولو توضا فهو افضل، تجديد الوضوء لما شرع له افضل، لكن يجزيه ان يكون على وضوء. من يعاون الامريكان على قتل المسلمين في افغانستان، الذي يعاون على قتال الكفار بالمسلمين قد اتخذهم اولياء، وقد قال عز وجل وما يتولهم منكم فانه منهم. المعاونه دي درجات متفاوته، هناك مثلا ما تجسس، التجسس كبيره من الكبائر، هناك من يشارك في القتال ويعاون على القتال نفسه، الذي يعاون على القتال اصبح انه مرتد. بعض الاشخاص من الغنى المناصب والمقاعد يزعمون انهم من منطلق هذه الاماكن يستطيعون ان يصلحوا ان ماتوا وهم في غير منصب، هل يعد مشاركتهم لمن يتحكمون في شيء الله لما اوضعوه من قبل ام ماذا؟ لا، الامور مختلفه، وما يعني مش كل الاماكن زي بعضها، وفي اماكن فعلا يمكن فيها الاصلاح، في اماكن هي فيها مشاركه في الايه؟ في الظلم والعدوان، فالكلام لا يكون مطلقا. يعني يجي واحد مثلا يقول انا هصلح في بنك وهو يعمل ليل نهار ايه؟ في الربا، مش واحد يقول لك انا هصلح في القضاء يقضي بغير شرع الله ليل ونهار ويقول انا عايز اصلح. ليس هذا الذي يمكن. يظلم الناس مثلا ويمضي فيهم حكم الظلم والعدوان ويؤذيهم وانا بصلح. اما هناك اماكن ليست محرمه في الاصل يجوز ان يصلح فيها. هل نترك هذه الاماكن الكفار؟ زي ما قلنا ايه نوع الاماكن دي؟ اسيب البارات للكفار؟ اسيبها للكفار. اسيب الملاهي الليليه للكفار؟ اسيبها للكفار. اسيب البنوك الربويه للكفار؟ طبعا اسيبها للكفار. ما انا اقول لك لا روح شاركهم فيها عشان تصلح. أنا لكن اذا كان عمل اخر، عمل مدرس مثلا، تسيبه الكفار ولا لا ما تسيبوش الكفار؟ مثلا مصلحة في خدمة المسلمين في أي مصلحة حكومية أو في غيرها لا تتركها لهم، خليك أنت اوجد واصلح فيها. ها؟ أنت عارف الميت يجوز له عمل عمرة من ابنه؟ نعم، بعد أن الابن اعتمر. نعم، يشترط أن يكون الابن قد اعتمر. حج عن أبيك واعتمر. لقاء الإخوة طلاء من ثانوي إعدادي يوم الجمعة القادمة عقب صلاة المغرب مسجد الفتح إن شاء الله. عقب صلاة المغرب مسجد الفتح، إخوة في الثانوي الإعدادي لقاء الطلائع بعد صلاة المغرب مسجد الفتح.